عبر تاريخ النادي الاهلي، ليه تاريخ كبير جدا مع النادي الاهلي. نجمنا الكابتن وائل جمعه. ازيك يا كابتن وائل؟ اهلا بيك يا اسامه، ازيك؟ عامل ايه؟ ازي صحتك؟ تمام الحمد لله. الكلام الحلو اللي انت على طول بتقوله ودايما بتقول صح. لا ده انت قول لي بس في البدايه، كام دوري مع النادي الاهلي يا كابتن وائل؟ ايه؟ كام دوري مع النادي الاهلي دلوقتي؟ انا اخدت مع الاهلي 41 دوري. 41 دوري؟ يعني مش الدوريات انت لعبتها؟ لا لا لا، مش اللي انا لعبتها، انا كل لحظه لينا في النادي الاهلي يا اسامه، واحنا بنحب النادي الاهلي محسوبه كلنا في تاريخنا يعني. تمام. طول ما احنا عايشين الحمد لله موجودين، تاريخ النادي الاهلي هو تاريخنا وتاريخنا هو تاريخ النادي الاهلي. النادي الاهلي هو اللي صنع اسمنا كلنا وصنع مجدنا، واحنا ساهمنا بجزء بسيط بمجد النادي الاهلي. فانا يعني مبروك طبعا في البدايه للنادي الاهلي، الفوز ببطوله الدوري، البطوله الغاليه علينا وعلى جمهورنا، البطوله الاساسيه اللي دايما جمهورنا بيطالب بيها. فيعني الحمد لله طبعا بطوله وموسم صعب جدا كما صراحه، موسم طويل جدا على اللاعبين وعلى الجهاز الفني، كعاده اتحاد الكوره عندنا والتنظيم بتاعنا ما فيش وضوح وما فيش رؤيه لان الموسم ينتهي امتى، ودي نقطه يعني بيتحملها دايما النادي الاهلي لان هو المطالب دايما بالفوز والانتصار. بس كنا على وقتنا يا كابتن وائل كنا بنحسم البطوله قبلها، ما كناش بنستنى اتحاد الكوره ينهي الدوري امتى، كنا قبلها ممكن بسبع ثمان ماتشات بننهي بطوله الدوري. معلش هو الظروف مختلفة يا أسامة دلوقتي، ونوعية اللاعبين مختلفين، إنما في النهاية إحنا الحمد لله الهدف الأساسي بيتحقق هو الإصرار لآخر لحظة، ودايماً إحنا بنعتمد على نفسنا وما بنعتمدش على حد يا أسامة. تمام. يعني فوزك بمبارياتك وفوزك بماتشاتك هو اللي إداك البطولة، مش إن الفرق المنافسة ليك تعثرت أو كده، إنما الحمد لله اللعيبة اللي موجودة دلوقتي املي كله ان النقطه دي تبقى مزروعه جواهم، لان النادي الاهلي اكثر الانديه اللي اتاثرت بغياب الجمهور، كان دايما جمهورنا يفكرنا بالنقطه دي، فاللعيبه اليومين دول مش يعني الحته دي بحس ان هي فيها تقصير شويه، حته ان هم توصل لهم ان انا كل بطوله اشارك فيها وكل مباراه اشارك فيها انا مطالب بالفوز يا اسامه، دي حاجه اساسيه بالنسبه لنا. فممكن الحته دي تقل شويه نتيجه غياب بعض الجمهور، يحصل كسل شويه من بعض الناس، انما هي الفرحه بتنسي كل حاجه يا اسامه. طيب كابتن وائل جمعه، شايف الدوري رقم 41 دوري هو الاقوى والاشرس والاصعب والكل بيحارب النادي الاهلي، ولكن كلمه النادي الاهلي في الاخر هي اللي حسمت الامور وفاز النادي الاهلي باللقب 41، شايف الدوري 41 ازاي على مدار موسم طويل وشاق للاعيبي النادي الاهلي؟ والله كانت زي ما قلت لك يا اسامه بطوله صعبه جدا على بطوله صعبه جدا على النادي الموسم ده، على النادي من خلال الحرب اللي كانت على مجلس اداره بصراحه، والناس كلها كانت شايفاها بدايه من مجلس الاداره ثم اللاعبين والتشكيك في امكانيات وقدرات اللاعبين، جمهورنا حتى يعني اتعمل عليه ضغط كبير جدا، وفي ناس انساقت ورا حملات الضغط دي، انما يعني الحمد لله الفوز بالبطوله في النهايه بيبقى يعني هو ابلغ رد على المشككين وعلى الناس اللي شككت في قدراتك وفي كلامك يعني. تمام. وانت كابتن النادي الاهلي يا كابتن وائل لفتره طويله كنت بترفع فيها كؤوس كتير لا حصر لها مع النادي الاهلي، سواء في افريقيا او في الدوري المصري والسوبر المصري وكاس مصر، ايه سر نجاح النادي الاهلي؟ يعني عايز رساله كده من كابتن وائل جمعه لكل الاجيال حتى اللي جايه، اللعيبه المنضمه حديثا للناشئين في النادي الاهلي، سر نجاح النادي الاهلي اللي دايما بيتوارثه الاجيال يا كابتن وائل؟ ان انت اولا مفيش مستحيل، ثانيا الاصرار والعزيمه والروح اللي موجوده عندك، او حتى لو بتخسر بشرف وتخسر بشكل بطولي يا اسامه، لان الكوره مكسب وخساره، مفيش في قاموس الكوره ان انت تكسب بس. تمام. انما الاصرار والروح والعزيمه اللي عندك بتخلي جمهورك يعني يبقى حاسس بيك، راضي على ادائك في الملعب، ودي النقطه هي الاهم بشكل كبير، وهو الروح والاصرار والعزيمه والخروج بشكل يبقى جمهورك راضي عنك يا اسامه، ثم عدم الاستسلام، عدم الاستسلام لضغوط من اعلام، من منافسين، من اي حد،
على اللعيبه وعلى النادي وعلى الجمهور. كل ده كانت عوامل وثوابت بتساعد النادي دايما على الانتصار. احنا ما بن يعني زي ما قلنا قبل كده، طب لو شاركت في دوره رمضانيه فانت مطالب بالفوز بيها، فما بالك ببطوله واثنين وثلاثه واربعه وخمسه في الموسم. فانا اتمنى ان شاء الله اللي جاي كله يكون لاعبينا واصل لهم المفهوم ده، ان احنا ما بنرضاش غير بالانتصار، ما بنرضاش يعني ما نشبعش ان احنا مثلا فزنا ببطوله، لا انا لو عندي بطوله بعد يومين وفايز بالدوري لسه النهارده انا مطالب بالفوز بالبطوله دي وخلاص، صفحه واتقفلت وصفحه وانتهت وصفحه واتطوت بالنسبه لنا، خلاص هو تاريخ واتسجل يا اسامه. يعني اذا بطوله الدوري رقم 41 مع انتهاء بطوله الدوري اصبحت في المتحف زي ما احنا الكلمه اللي كنا معتادين عليها كابتن وائل، خلاص البطوله دي دخلت المتحف، بندور على الجديد. اغلى بطوله أكيد. اغلى بطوله دوري في تاريخ كابتن وائل جمعه ايه؟ والله يا اسامه البطوله بتاعت يعني بصراحه كل بطوله بالنسبه لي غاليه، انا مش عايز. طب تتذكر بطوله الدوري سنه 2005 والالقاب والارقام القياسيه اللي اتحققت فيها كابتن وائل؟ اكيد طبعا اكيد، ودي دي ما تتنسيش يا اسامه، ما اتحقق حوالي 57 فوز تقريبا متوالي في البطوله، وتحقق كل الارقام القياسيه في البطوله، يعني انت صعب تنسى الكلام ده كله. انما احنا الحمد لله الفتره بتاعتنا يا اسامه يعني كنا بنطلع من الموسم بخمس بطولات مثلا او اربع بطولات على الاقل، فيعني ده تاريخ صعب يتنسي ابدا يا اسامه. انما كانت الروح والعزيمه والاصرار اللي عند لاعبتنا هي المميز دايما، وهي اللي كانت غلبه الناس، كان ساعات بنخسر ما كناش يعني مش دايما بنكسب، انما في روح وكانت موجوده، في اصرار، في عزيمه عند اللاعبين، كانوا بيعوضوا مثلا لو انت خسرت بطوله او حاجه يعوضوا الكلام ده بالروح والاداء والقتال اللي عندهم يعني. وانا معايا طبعا يعني واحد من اهم المدافعين، مش هقول في مصر بس، لا ده في قاره افريقيا كلها، كابتن وائل جمعه، يعني لازم اسالك عن تقييم مدافع النادي الاهلي ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، كمان رامي ربيعه بعد ما عاد من فتره طويله من اصابه ما شاء الله بيتالق، يعني وسعد سمير كمان، محمد نجيب، يعني عايز اسالك عن اداء وتقييم مدافع النادي الاهلي على مدار الموسم يا كابتن وائل. والله يا استاذ انا مش عايز اظلم المدافعين، انما انا اتكلم على الفرقه بصفه عامه، الحمد لله النادي الاهلي زي ما بقول لك بيتعافى، احنا خدنا فترة وكنا وصلنا فيها للقمة بشكل كبير جدا، كان عندنا عناصر في كل المراكز اثنين وثلاثة يا اسامة بيتنافسوا على المراكز، من اول حراسة المرمى لغاية خط الهجوم، عندك مهاجمين وعندك لاعبين اساسيين في منتخب مصر والبدلاء بتوعهم موجودين في منتخب مصر، فمش عايز اظلم المدافعين دلوقتي، انما ان شاء الله النادي الاهلي في طريقه للتعافي يا اسامة والاسترداد كامل العافيه بتاعته، كامل العافيه تكون من خلال ان يبقى موجود لاعبين كتير في كل المراكز يتنافسوا مع بعض لمصلحه الفريق. فدي النقطه اللي هتساعد، انما النادي في يعني انا بالنسبه لي اسامه عوده رامي، وقلتها اول الموسم، اهم مكسب للنادي الاهلي ان رامي ربيعه يرجع لحالته الصحيه والسليمه، خاصه في ظل استخدامك لايمن اشرف كمدافع في ارتباك، وهو اصلا ما كانش بيلعب في ارتباك، توظف الحته دي نتيجه طبعا اصابات، ونتيجه اصابه سعد سمير ومحمد نجيب وعدم دخول ياسر ابراهيم اللي انضم للسنه دي للفريق، في امور كتير، انما نتمنى ان شاء الله الاستقرار والانسجام والنجاح للعيبه اللي موجوده والصفقات اللي تتم ان شاء الله لمصلحه الفريق برضو، اللاعبين المحترفين انا يعني وجهه نظري ان محتاجين حد بالذات كمان في خط الهجوم كتدعيم افضل من الناس اللي موجوده. النادي الاهلي اكبر نادي في افريقيا يا اسامه، ويحتاج دايما اللاعبين الجيدين، يحتاج اللاعبين اللي عندهم شخصيه وعندهم قدرات عاليه جدا، مش محتاج ان انا اجرب حد او ان انا اساعد حد على انه يتعلم كوره عندنا، احنا محتاجين ناس جاهزه، محتاج واحد يبقى جاهز يبقى جاي يضيف للنادي الاهلي، مش النادي الاهلي اللي يضيف له. ودي هاخدك لنقطه كابتن وائل، يعني عمليه اي بناء اي فريق يعني ممكن تبقى في سنه في خلال سنتين، لكن الكابتن محمود الخطيب ومجلس اداره النادي الاهلي بيبني فريق في حوالي 30 يوم خلال شهر في موسم الانتقالات، وهتتم عمليه البناء كمان في الانتقالات القادمه، ده يعتبر انجاز في كره القدم، تكون بعيد عن البطوله تبني فريق في 30 يوم،
ربنا يكرمك وتتوج بالبطوله، يعني شايف برضو يعني الانجاز اللي تم ده ازاي؟ يعني يا اسامه انا بقول لك الكابتن خطيب للامانه انا يعني شفته تعرض الموسم ده لضغط كبير جدا جدا جدا، ضغط على مستوى التعاقدات مع اللاعبين من بدايه الموسم يا اسامه، وكلنا عارفين وشايفين الوضع كان بيتم ازاي. في وقت كانت الامور صعبه على النادي بشكل كبير، اتحرمت من جمهورك اللي هو اكبر داعم ليك يعني بسبب الاحداث اللي فيها البلد والقلق اللي موجود في المدرجات ومنع الجمهور من الحضور للملاعب، وده كان اكبر عائق قدام النادي الاهلي يا اسامه، لان احنا عارف تاثير جمهورنا على الفريق ازاي. هي قوه النادي الاهلي في جماهيره فعلا. فيعني المجلس الاداره انا اشوف التعامل بشكل جيد. النقطه زي ما قلت لك يا اسامه المهمه بالنسبه لي التعاقد مع حد في خط الهجوم يكون اضافه كبيره للفريق، يضيف للفريق مش النادي اللي يضيفه. اكيد النادي الاهلي يا كابتن وائل. لاعب اليو ديانج اللاعب المالي اللي تعاقد مع النادي انا سالت عليه وشفت مبارياته، قالوا لي واحد كان افضل لاعب في الدوري الجزائري وهيبقى اضافه كبيره جدا في المركز الوسط المدافع، لان المركز ده مهم جدا للنادي يا اسامه جدا، خاصه هو محور اداء الفريق حاليا دلوقتي. وفي الكرة العالمية دلوقتي بص أفضل اللاعبين دايما موجودين في نص الملعب في المركز ده، فلاعب زي ده هيبقى إضافة للفريق. أنا محتاج واحد كمان قدام في خط الهجوم بوجود علي معلول كأفضل ظهير أيسر في مصر حاليا موجود يساعد الفريق بشكل كبير بفورمة الشناوي بعودة العناصر الكبيرة اللي موجودة عودة وعناصر الخبرة اللي موجودة تساعد مع الفريق اللي هو شريف ووليد سليمان وعاشور واحمد فتحي، عناصر لا غنى عنها في الفريق طبعا مع علي معلول كخبره برضو موجوده في الفريق. وانت معايا وبتكلم بقى عن حسام عاشور المسمار، ما ينفعش النهارده حسام عاشور ما شاء الله بيحقق ارقام قياسيه مع النادي الاهلي 12 لقب دوري، يعني ممكن حسام عاشور بيعدي انديه كتير وبيتساوى مع انديه اخرى، فتاريخ كبير اكيد لحسام عاشور. شايف حسام عاشور وتحقيق الالقاب دي ازاي؟ خاصه ان كابتن وائل جمعه برضو ما شاء الله برضو عنده القاب كبيره في افريقيا، كام؟ 5 افريقيا دلوقتي يا كابتن وائل انت برضو. انا 6 افريقيا. 6 افريقيا يعني ده يعني لا يعني طبيعي طول ما انت جوه النادي الاهلي يا اسامه هتحقق القاب، انما الميزه في عاشور انه بيمثل الجيل بتاعنا لغايه دلوقتي هو واحمد فتحي ووليد سليمان يا اسامه، ان هم عندهم الروح وعندهم الرغبه وعندهم الاصرار وعايش حياته كلاعب كوره بس، هو ده المثل بالنسبه لنا يا اسامه ان لاعب الكوره يبقى عايش. لا عمرك سمعت عن مشكله لعاشور ولا عمرك سمعت عن مشكله لاحمد فتحي ولا الوليد، وهو ده النموذج. فطبيعي ان انت طول ما انت موجود في النادي الاهلي حتى لو ما بتشاركش في المباريات انما ليك دور كقائد للفريق وعنصر بيمثل تاريخ وبيمثل مجد كبير، فعاشور يستحق طبعا الالقاب دي كلها ويستحق البطولات دي كلها. يعني مزيد من التركيز ان شاء الله عاشور قادر انه يحقق اكتر واكتر، خاصه انه لسه ما يعني عاشور ما برضه ما وصلش مرحله ان احنا الناس تطالب ان عاشور يبطل. لا ده انما عاشور عنده لسه ان شاء الله العمر وعنده الامكانيات ولسه قادر انه يلعب. تمام. فيعني ان شاء الله نتمنى له مزيد من التوفيق هو والناس اللي موجودين معاه في الفريق. النادي بيفرح جمهوره وبيفرح مصر كلها بانتصاراته وبطولاته يا اسامه. تمام. فمحتاجين اللعيبه زي ما بقول لك يبقوا حاسين بالناس، حاسين نفتكر دايما لحظات الانكسار اللي عدت علينا، نفتكر الزعل اللي حصل لجمهورنا لما خسرنا، نفتكر لحظات الفرحه دايما ان احنا بندخلها على بيوتنا وعلى جمهورنا كلهم. تمام. اخيرا يا كابتن وائل جمعه وانت معايا، بعد ما النادي الاهلي حسم لقب الدوري امام المقاولين متبقي مباراه امام الزمالك بطوله. كلمة من الكابتن وائل جمعه للاعبي النادي الاهلي قبل مباراة الزمالك. الانتصار ثم الانتصار ثم الانتصار، انا يعني ختمت الموسم الصعب اللي اتكلمنا عليه بشكل كبير، صعب جدا على اللاعبين، نكمل الوجه الحلو، نكمل المنظر الكويس بالفوز على المنافس التقليدي لينا في مصر. نادي الزمالك مع كل الاحترام ليه يملك لاعبين جيدين جدا 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 على اعلى مستوى. وكان منافس قوي للنادي الاهلي وكان مرشح قبل النادي الاهلي كمان لامتلاكه للاعبين دول، انما النادي الاهلي قدر باصراره وعزيمته وتحمل اللاعبين للضغوطات والمسؤوليه الكبيره. نقطه ثانيه يا اسامه ونقطه اخيره اشيد بسيد عبد الحفيظ بصراحه.
تمام. زيد واحد من الناس اللي كانت سبب في الفوز بالدوري ده، مع طبعا كابتن خطيب ومجلس الاداره في التدعيمات والثقه اللي ادوها والوقفه دايما ورا اللاعبين. انما سيد تحمل ضغط كبير جدا من خلال الموسم ده، وتحمل انتقادات وتحمل استهزاء بشكل كبير جدا من كل الناس اللي ما بتحبش النادي الاهلي بامانه. فكان حائط صد بالنسبه لكل من هو كاره للنادي الاهلي، وقدر انه ينجح انه يبعد الضغوط عن اللاعبين بشكل مميز، وده يحسب ليه ولازم نشيد بيه مره ثانيه. انما هو ده قدر كل اللي في النادي الاهلي، انه يتحمل الضغوط يا اسامه، ولو ما تحملش الضغوط مش هتنجح في النادي الاهلي. تمام. اتمنى ان شاء الله الخير والتوفيق، ومباراه تكون مباراه مكسب للنادي الاهلي، مباراه ختام موسم، خاصه انه يترتب عليها امور ثانيه. الموسم الجديد هيبدا بعد فتره قريبه، وعندك لسه الكاس، وعندك بطوله افريقيا اللي غايبه عننا بقالها فتره نتمنى الفوز فيها. كل ده هيدي معنويات كبيره للاعبين قبل الفتره اللي جايه الصعبه يا اسامه. ان شاء الله كابتن وائل توعدنا بقى على الهواء وانت معانا دلوقتي تكون موجود معانا ان شاء الله في حلقه في بيتك على شاشه قناه النادي الاهلي قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا اسامه، وانا بس انت عارف جاي باجازه، فبصراحه يعني اجازه سعيده ان شاء الله. شويه انما انا ما اتاخرش عن بيتي طبعا، ما اتاخرش عن النادي الاهلي، فان شاء الله نظبطها مع بعض باذن الله. ان شاء الله كابتن وائل جمعه نجم مصر ونجم النادي الاهلي السابق، شكرا جزيلا لك.